ستة متوفين وأربعة بالحجر الصحي من الأمراض المصابين بالفشل الكلوي خلال 30 ساعة، كونهم أكثر الفئات ضعفا لمواجهة الأمراض والفيروسات، وكان الكورونا سبب الوفاة. أثناء عمل الفحوصات توفيت بعض الحالات التي هي وصلت اليوم إلى 6 حالات. بعدها أجينا نشوف الفحوصات، طلعت أنها إيجابية بفيروس كورونا. طب أخذنا عينات عشوائية من القسم، 6 عينات، فطلع برضو حالتين مصابة بفيروس كورونا. الوضع أصبح عندنا كارثي ويتطلب تدخل سريع حتى لا يحصل انتشار للفيروس داخل المركز ولا نقدر السيطرة عليه. استلام عناية، استلام تعقيم جيد، استلام مواد يعني نظافة، مواد تعقيم عناية صحية، واستلام يعني انتباه، استلام يعني رعاية، لأنهم أكثر عرضة للمرض. قسم الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة وفي المستشفى الجمهوري من بداية جائحة كورونا يتلقون الوعود فقط بتوفير أدوات النظافة والوقاية، سواء للمرضى أو للعاملين الذين أصيب البعض منهم بسبب المخالطة وعدم وجود مواد الوقاية. للأسف الشديد الآن فيروس كورونا يحصد المرضى الفشل الكلوي في مركز غسيل الكلى هنا في مستشفى الثورة، وقد بلغ عدد المتوفين حتى الآن 6. الاتصالات على مدار الساعة بمكتب الصحة الذي فشل في السيطرة على الحصاد الذي يقوم به فيروس كورونا للمواطنين أو حتى لمرضى الفشل الكلوي. حتى في مركز العزل في المستشفى الجمهوري الفشل الذريع لم يتم توزيع مقدرات مواجهة فيروس كورونا بالشكل المطلوب. الجانب الصحي منهار في تعز، والمنظمات والهيئات غائبة عن أكبر محافظة في الجمهورية، وجائحة كورونا تفتك بالمواطنين، وكل يوم تزداد الأرقام وتكبر، وصمت وزارة الصحة والشرعية مستمر.